ومن أصناف الناس من يريد الدنيا والآخرة معا، هم يريد للدنيا هم يريد للآخرة، مو مشكلة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يريد الدنيا بس من حلال، تقدر تعيش وتكيف وفي هذه الحياة الدنيا كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه لذلك الملحد. الإمام جاي بالحج، تعجب الإمام قال خير إن شاء الله جاي للحج، قال عادة أهل البلد الناس يطوفون احنا ما نطوف وياه، فراد يناقش الإمام. الإمام شاف في حالة الإحرام وحج وإلى آخره، قال له شوف إن كان الأمر كما تقول ماكو آخرة فزنا وفزت، مثل ما أنت عشت احنا عشنا، تقدر تعيش في هذه الدنيا كريما. الأمر مو دائر بين أنه تعيش في هذه الدنيا وكل شيء ما عندك للآخرة، لا، دنيا والآخرة معا، أكو حلال أكو حرام، روح ورا الحلال، إيش أحوال الحلال.